في ثاني أيام زيارته إلى فرنسا، رئيس السيسي يلتقي مع وزير الاقتصاد والمالية ويشارك في إفطار عمل بحضور نحو 26 من رؤساء مجالس إدارات الشركات الفرنسية وأعضاء المجلس المصري الفرنسي. شريف إسماعيل يرأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. رتل عسكري تركي جديد يتألف من 15 آلية و75 جنديا يتوجه إلى ريف حلب الغربي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرتنا الإخبارية لهذه الساعة، أهلا بكم. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم بعقد اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد والمالية. كما شارك الرئيس السيسي في إفطار عمل أقامه الوزير الفرنسي بحضور نحو 26 من رؤساء مجالس إدارات الشركات الفرنسية المتواجدة في مصر أو الراغبة في فتح فروع لها هناك، بالإضافة إلى أعضاء المجلس المصري الفرنسي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد على حرصه على الحفاظ على حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا حرصه على إقامة دولة متماسكة تحترم حقوق الإنسان. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون عقب القمة المصرية الفرنسية في باريس أن أكثر من 40 ألف منظمة من منظمات المجتمع المدني تعمل في خدمة المجتمع المصري وتطويره، مطالبا المجتمع الغربي بتوخي الحذر من المعلومات التي يحصل عليها بشأن ما يحدث في مصر. أنا معني بالإجابة عنه لأن إحنا في مصر، وده أمر مهم أوي إن أنتوا تسمعوه مننا وإحنا هنا في باريس، إحنا حريصين على حقوق الإنسان في مصر. بس أنا عايز أقول لكم تحطوا في الاعتبار النقاط اللي أنا هتكلم معاها دي. نحن في مصر في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد أن ينهي على هذه المنطقة ويحولها إلى بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف والفوضى في العالم كله، وده يمس أمن المنطقة وأمن أوروبا كمان وأمن العالم لو كناش ناخد بالنا. النقطة الثانية لازم تكونوا يعني تاخدوها مننا إحنا كمصريين وكرئيس للدولة المصرية، أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر. ده أمر، دي إرادة سياسية، وبالمناسبة لازم تكونوا عارفين إن الشعب المصري لن يقبل إن يكون في أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الدكتاتورية أو عدم الاحترام لحقوق الإنسان. ولكن خلي بالك أنا مسؤول عن 100 مليون مواطن مصري في هذه الظروف المضطربة اللي أنا بتكلم عليها، وهذا الفكر المتطرف الذي لا يقبل أن يتعايش مع الآخرين بسلام. لكن مهم قوي انك تعرف ان احنا لا نقوم بممارسات للتعذيب، وارجو ان احنا نتحسب جدا من كل المعلومات التي يمكن ان تنشر بواسطه منظمات حقوقيه. فخبط الرئيس بيتكلم على منظمات المجتمع المدني في مصر، نحن لدينا اكثر من 40 ألف منظمه تعمل في خدمه المجتمع المصري وتعمل بسلام وتقوم بخدمه جليله ورائعه في تنميه المجتمع وتطويره. انطلاقا من دور محوري لمصر بحكم موقعها الجيوستراتيجي وتقليها في المنطقة ودور مهم لفرنسا باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وإحدى ركائز حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، فضلا عن علاقاتها الوطيدة ببلدان منطقة المتوسط، شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم أول لقاء قمة يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي. وفي ضوء اهتمام قيادتي البلدين مصر وفرنسا بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بالإضافة إلى التنسيق بينهما في المحافل الدولية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، جاء التأكيد من الجانبين على ما يجمعهما من شراكة استراتيجية وحرص على تعميقها في كافة المستويات خلال مؤتمرهما الصحفي الذي تلا القمة. لقد تبحثت اليوم مع فخامة الرئيس ماكرون حول سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، حيث اتفقنا على تكثيف التشاور والتنسيق إداء القضايا ذات الأولوية لبلدينا.
ولقد أكدت محادثتنا اليوم الأساس القوي الذي نستند إليه في العمل على مواصلة الارتقاء بشتى مجالات التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا. أولوية كبرى حظي بها الشق الاقتصادي خلال مباحثات اليوم، حيث استعرض الرئيس مع نظيره الفرنسي ما تم تنفيذه من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققه من نتائج إيجابية في استعادة معدلات النمو وزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإجراءات تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية. شهدنا مراسم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه البحرية والبرية ومترو الأنفاق. الملف الثقافي والتعاون في المجالات السياحية والتعليمية كان كذلك حاضرا بقوة في المباحثات. اتفقنا على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بيننا، خاصة في ضوء الاهتمام الفرنسي الكبير الذي نقدره ونعتز به بالحضارة المصرية بمختلف مراحلها التاريخية لا سيما الفرعونية. فضلا عن تزامن هذا العام مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس والتي تحظى تنمية محورها بأهمية كبرى في خطة الحكومة المصرية منذ ازدواج الممر الملاحي للقناة عام 2015 ليكون هذا المحور أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط. وتصدر موضوع مكافحة الإرهاب كذلك تباحث الرئيسين، وكان التأكيد من ماكرون على ضرورة التصدي له والتأكيد من الرئيس على أنه أصبح يهدد أمن واستقرار المنطقة والقارة الأوروبية، مرتئيا فيه كذلك التحدي الأكبر لجهودنا في تحقيق التنمية. وتناولنا أيضا تطورات الأوضاع في ليبيا والتي يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين في ظل تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري والفرنسي ومنطقة البحر المتوسط. كما تناولنا الجهود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الإفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في يوليو الماضي. فإن مصر مثل فرنسا قد تأثرت خلال الأعوام السابقة، وأنني أشيد بمصابرة الرئيس السيسي خلال هذه الأزمات، كذلك فإن باريس تساند مصر في هذه الجهات. وأود أيضا أن أتقدم بخالص التعازي لحادث الذي وقع منذ عدة أيام، لأن القوات المصرية المسلحة قد قامت بمجابهة الإرهابيين والمتطرفين الذين يتواجدون على الأراضي المصرية. إذن أننا نقوم بقيادة هذه الحرب في هذه المنطقة. وفي نهاية المؤتمر الصحفي وجه الرئيس الدعوة للرئيس ماكرون لزيارة مصر لمواصلة التنسيق وتطوير مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين. هذا وكانت قد أقيمت للرئيس السيسي قبيل توجهه إلى قصر الإليزي مراسم استقبال رسمية بقصر الدانفاليد، استقبله خلالها السيد جون إيف لودريون وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. في ضوء خصوصية العلاقات التاريخية الثنائية المصرية والفرنسية وتطوراتها الإيجابية في الفترة الأخيرة وما شهدته من نقلة نوعية، تأتي قمة اليوم لمزيد من التعزيز والارتقاء في العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى وتنسيق المواقف حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب. من باريس، سحر ناجي، التلفزيون المصري.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات. دكتور محمد، يعني كيف تقيمون هذه الزيارة للرئيس السيسي إلى باريس الثالثة من نوعها منذ توليه مهام الرئاسة، ويعني الرسائل الإيجابية التي تم إيصالها من خلال اللقاءات التي أجراها سيادة الرئيس سواء مع الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء، وزراء الاقتصاد والمالية وغيرهم من كبار المسؤولين الفرنسيين؟ نعم طبعا زيارة هامة جدا انظر اليها من عدة نواحي. الناحية الأولى طبعا فيما يتعلق بتعدد طبعا محاور السياسة الخارجية المصرية، حضرتك كما تعلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهت سياسة خارجية متوازنة جدا، بمعنى انه لجأ لموضوع تعدد الحلفاء الاستراتيجيين، اصبح لدينا حليف قوي جدا بحجم روسيا، اصبح ايضا لدينا حلفاء في اوروبا كلها، وبالتالي تأتي هذه الزيارة لفرنسا في اطار هذا المخطط او في اطار هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، هذا من جانب. من جانب اخر انظر الى العلاقات المصريه الفرنسيه، طبعا ما هي علاقات ممتازه بمعنى انها لم تشوفها شائبه خلال الفتره الماضيه، اتخيل ان هذه الزياره تاتي في ضوء طبعا استمرار العلاقات الجيده بين الجانبين المصري والفرنسي. حضرتك كما تعلمي فرنسا تمثل طبعا محور استراتيجي في القاره الاوروبيه، وبالتالي اعتقد ان المكسب الفرنسي هو مكسب جيد جدا لمصر فيما يتعلق طبعا بتوجهات السياسه الخارجيه. هناك طبعا كما اشار التقرير علاقات متميزه سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى العسكري، لكن ما لفت انتباهي هو دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2019 ان يكون عام السياحة الفرنسية. اتخيل ان فرنسا لو تم ربما التركيز عليها بشكل جيد في موضوع السياحة، اتخيل ان ياتي لمصر سياحة من فرنسا، اعتقد ان هذا شيء هام جدا. فيما يتعلق بجانب اخر اعتقد موضوع الارهاب هو موضوع هام جدا فيما يتعلق طبعا بجانبين، يعني حضرتك كما تعلمي فرنسا شهدت احداث ارهابيه سواء فيما يتعلق بالعام الماضي او قبل الماضي، وبالتالي اتخيل ان هناك نوع من الشراكه الاستراتيجيه فيما يتعلق بالتعاون الاستخباراتي، التعاون المعلوماتي بين مصر وفرنسا في هذا الجانب، واعتقد ان الرئيس ماكرون اشاد بالدور المصري في مكافحه الارهاب، واشاد ايضا ان لمصر دور هام وانه على استعداد للتعاون فيما يتعلق سواء بجانب الاستخبارات سواء فيما يتعلق بجانب المعلومات لدحر طبعا الارهاب، لان الارهاب كما تعلم حضرتك كما يعلم الساده المشاهدين لا يقتصر على دوله واحده، الارهاب يهدد العالم كله، وبالتالي يتطلب طبعا تعاون دولي، وتخيل ان الاعمار المصريه الفرنسيه تصب في هذا الجانب. نعم اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. هذا وقد شهد رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع إعلان مشترك بين الحكومتين الفرنسية والمصرية لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، وقام كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظير الفرنسي جان إيف لودريان ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بتوقيع الإعلان المشترك بين البلدين حول تعزيز التعاون الثقافي والتربوي والفرنكوفوني والجامعي والعلمي والتقني بين الجانبين. كما التقى رئيس السيسي أمس رئيس وزراء فرنسا إدواغ فيليب لبحث الملفات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا. تناول اللقاء جهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية لمصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى والقطاعات الحيوية المتنوعة ومنها الطاقة والحماية الاجتماعية. كان رئيس الوزراء قد استقبل الرئيس السيسي أمام قصر رئاسة الوزراء ماتينيو، حيث اصطف الحرس الجمهوري لتحية سيادة الرئيس السيسي. وفي شأن آخر، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للاستفادة من خبرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، لا سيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر وكذلك تحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس جي بومبيبي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية والخطط التي وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل وتحسين القدرات البشرية والإلكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية. وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة نافال للصناعات العسكرية البحرية، صرح رئيس السيسي أن البحرية المصرية باتت ثانية أكبر مستخدم للقطع العسكرية التي تنتجها الشركة بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب تعاقد على عدد من القطع البحرية من إنتاج الشركة. من جانبه أكد رئيس التنفيذي للشركة على حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مشيدا بالأداء رفيع المستوى لرجال القوات البحرية المصرية.
يرأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتقارير الوزراء المختلفة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون البناء الموحد لتنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات. يقوم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم بزيارة إلى محافظة الأقصر، يتفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ومنها مشروعات خاصة بالصحة ومياه الشرب والصرف الصحي. كما تتضمن زيارة رئيس الوزراء لقاء مع نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، كما يتفقد عدد من المشروعات الأثرية بمنطقة البر الغربي. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة والشرطة هما درع الوطن وسيفه في مواجهة التطرف والإرهاب. وطلب وزير الدفاع خلال لقائه عدد من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، طالبهم باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ على الأمانة التي كلفهم الشعب بها. وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة والشرطة هما درع الوطن وسيفه في مواجهة التطرف والإرهاب وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسلامة أراضيها، مطالبا رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف. ووجه التحية والتقدير لأبطال قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة على دورهم في تأمين الجبهة الداخلية وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، مشيرا للجهود التي نفذتها المنطقة المركزية العسكرية طوال الفترة الماضية للمعاونة في حماية المنشآت والأهداف الحيوية والدفاع عن أمن الوطن واستقراره. وفي نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال المنطقة تقديرا لتفانيهم في تنفيذ المهام المكلفين بها خلال العام التدريبي الحالي. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. أفادت مصادر ميدانية سورية اليوم أن رتلا عسكريا تركيا جديدا دخل إدلب باتجاه ريف حلب الغربية. وأضافت المصادر أن الرتل يتألف من 15 آلية و75 جنديا. يذكر أنه وردت تقارير أمس عن دخول رتل عسكري تركي يضم 50 آلية عسكرية إلى الأراضي السورية عبر قرية كفر سولين باتجاه ريفي إدلب وحلب. كان رئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن العملية العسكرية في إدلب شمالي سوريا حققت نتائجها، مؤكدة أن مدينة عفرين ستكون الوجهة المقبلة. إلى الملف العراقي، حيث دعت حكومة إقليم كردستان إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في الإقليم، معلنة تجميد نتائج الاستفتاء الذي تم الشهر الماضي. كما دعت حكومة بغداد إلى إجراء حوار على أساس الدستور العراقي. وأشارت حكومة أربيل إلى أن الهجمات والصدامات التي وقعت بين القوات العراقية والبشمركة أدت إلى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف، وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية. وختاما لهذه الجولة، هذا تذكير بأبرز ما ورد بها من عناوين. في ثاني أيام زيارته إلى فرنسا، الرئيس السيسي يلتقي مع وزير الاقتصاد والمالية ويشارك في إفطار عمل بحضور نحو 26 من رؤساء مجالس إدارات الشركات الفرنسية وأعضاء المجلس المصري الفرنسي. شريف إسماعيل يرأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
رتل عسكري تركي جديد يتألف من 15 آلية و75 جنديا يتوجه إلى ريف حلب الغربي. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.